اسمي اسماء احمد فرج، مركز ديار بنجم، محافظه الشرقيه. عندي 34 سنه، معايا معهد حاسبات ومعلومات، ام لثلاث اطفال، علي وسلمى وسندي. بقالي تقريبا دلوقتي على العربيه بقالي 3 سنين. والله الفكره في البدايه كانت بادئه معايا ان انا اخد العربيه ان انا اوزع عليها عسل نحل، لان في الاول كنت بشتغل من خلال جروب خاص بيا كنت عاملاه. كنت بجيب من متاجر من المناحل العسل النحل، بجيب العسل بالكيلو واوزعه من خلال الجروب بتاعي. وبعد كده جات لي الفكره ان انا اوسع من شغلي، او ان انا انزل اوزع المحلات وكده. فكنت بتأجر توك توك امشي بيه، يعني اطلع بيه المشاوير بتاعتي. فكان بيستهلك مني المكسب بتاعي اللي كان داخل لي، كان طالع لي في التوك توك. ما كانش فيه اي مجال حتى ان انا اوفر حتى مصدر رزق او الكلام من ده. فلقيت اللي داخل خارج تاني للتوك توك وكده. ففكرة العربية ما كنت قاعدة مع صحابي ولقيتها عطلانة عند واحدة من صحباتي، فعرضت عليها ان انا اشتريها منها. وفي الاول لما قلت لها هنشغل العربية وكده فلقيتها مترددة في الحوار شوية، وبعد كده اللي هو ايه رحبت بالفكرة لما قلت لها اشتريها منك وكده. فما كانش عندها اي اعتراض ولا حاجة، اشتريتها منها ومضيت لها على وصولات امانة واديتها مبلغ في الاول كده. وقلت هسدها بقى حاجة في حاجة يعني. فالحمد لله يعني خدت العربية ودلوقتي شغال عليها أكتر من مجال. ابتديت بيها توزيع العسل، بعدها بشوية لقيت الموضوع مش مجزي خالص، يعني مش هو دوت اللي يفتح بيت. فبدأت اللي هو أفكر برضو إن أنا يعني أخد حاجات بديلة، الحل والحل البديل. فلما لقيتني بقعد ومش هو ده مصدر الرزق اللي يفتح بيت برضو، بدأت أفكر في فكرة توصيل البنات والسيدات مشاوير زي نظام تاكسي داخل ديار بنجم، لأن إحنا ما عندناش الفكرة دي مدعمة جوه ديار بنجم. إحنا عندنا التكاتك والسيرفيزات هي اللي شغالة، فما فيش فكرة التكاسي بتاعت الزقازيق أو بتاعت الشرقية موجودة عندنا في ديار بنجم هنا. فقلت ليه ما نحفزش الفكرة ونطورها ونكبرها يعني عندنا في البلد، بحيث إن إحنا مركز كبير يعني وحاجة كويسة. فنزلت بوست على صفحتي الشخصية، كتبت فيه مثلا توصيل السيدات والبنات، تاكسي خاص بيهم، مشاوير خاصة اللي محتاجني أو حاجة زي كده، وكتبت رقم تليفوني. لقيت البنات ما شاء الله عليهم بيدعموني جدا، وكل بيرحب بالفكرة جدا، وما لقيتش حد عارضني فيها، بالعكس حفزوني خالص. بعد كده اللي هو بدأت استعنت بالله واتكلت على الله، بدأت أطلع بيها مشاوير. فبدأت تواجهني شوية صعوبات شوية، اللي هو إن العربية بدأت كل ما بتطلع بره البلد بتعطل كتير، وكانت أسبابها اللي هو الأعطال بتاعتها كده كانت بتعجزني عن بعض المشاوير. فأصبحت إن أنا دلوقتي المشوار اللي بطلعه بتبقى المشوار على كف عفريت، يا أوصل يا يوصل الناس يا يحرجني مع الناس، ليه؟ بسبب عطل العربية وكده. ففكرت برضو في فكرة تانية من حيث العربية أو من خلال العربية، بحيث إن أنا أكون جوه البلد، بحيث ان انا حتى لو عطلت ما تحرجنيش مع حد او كلام من ده. ففكرت في فكره برضو ان انا ادرب سواقه برضو خاصه بالسيدات فقط. فبدات والحمد لله ربنا كرمني وماشيه معايا الحمد لله كويسه يعني. الدبرياش زي ما خدنا في الحصه اللي قبل كده، الدبرياش اللي على شمالك هتدي دبرياش، بعد منها اللي هترفعي من على الدبرياش هتدوسي بنزين واحده واحده. بس قبل ما تدوسي بنزين لازم تدي الغيار بتاعك الاول، زي ما قلنا برضو الحصه اللي فاتت ان احنا كل طلعاتنا بتبقى على الاول. تمام. بالنسبه للايام انا دي حاجه بصي اللي هو بتبقى برتبها انا والبنات اللي معايا حسب ظروفنا. يعني ممكن بنوته تعتذر عن يوم، عندها مثلا حاجه في البيت او جالها ضيوف فجاه او كلام من ده، فطبعا اليوم ده بقعد مع عيالي في البيت ما بطلعوش الشغل. لكن بالنسبة للساعات مثلا أنا يعني على ما بقعد مع عيالي وأذاكر لهم ونخلص شغلنا والكلام من ده، ببقى نايمة تقريبا بنام قبل الفجر بساعة ولا حاجة، وباجي أحيانا برضو بنام بعد الفجر، أصلي الفجر وأنام. بلاقي نفسي بقى عم أصحى فيها 9 10 الصبح على ما أقوم ونعمل الفطار وكلام من ده. طبعا توقيت الدراسة بقوم الساعة 6 الصبح بودي عيالي المدرسة، وبعد كده أرجع أنام تاني ساعتين تلاتة، واصحى على ميعاد بجيتهم المدرسه اشوف مين اللي عنده درس وحاجه زي كده، وابدا ارتب بقى اليوم بتاعنا.
وبعد كده ابدا يومي من الساعه مثلا الساعه 1 الساعه 2 كده، بعد ما اطمن على العيال وارجعهم من المدرسه خلاص بطلع ابدا يومي بقى واستعين على الله. فببدا الكورسات من مثلا الساعه 2 او الساعه 3 كده تقريبا يعني. لا خطوره في وسط اهلي وناسي، خطوره في وسط بلدي ما فيهاش خطوره ولا حاجه، لان اقول لك في الاول كنت بقلق شويه من الاراء والاراء الناس اللي هي تناقض او حاجه زي كده، دي بالنسبه لي في الاول كانت معاناه، ولكن تقريبا بعد كده تاقلمت على حاجه زي كده، لان اتضح لي ان 80% من الشعب المصري انتقاد بس، ما فيش حد بيقول حاجه ايجابيه في حق اي حد، مش في حقي لوحدي، لا ده هو اللي بنتقد عايش عشان ينتقده بس، حتى لو قدامه حاجه كويسه بينتقدها برضه. فانا لو اديته دماغي او لو فضلت ماشيه بالطريقه دي اسمع لده ولده ولده، مش هعيش، مش هعمل حاجه في حياتي يعني. والله هو دايما اللي بيتكلم من بره الصندوق، ما بيبقاش زي اللي جوه الصندوق او عارف ظروف البني ادم دي ايه او ظروف الناس ايه. في ناس يقول لك انت بتتفتويني، انت واخده شغلانه رجاله، انت واخده مش عارف ايه، يمكن انا مش لاقيه مجالي في الجزئيه بتاعتي وما لقيتش ليا مكانه غير في الجزئيه دي. انت ايه عرفك بظروفي، ايه عرفك بحياتي؟ ناس ثانيه تقول لي انت ايه جبرك على ده، ما تتجوزي وخلاص. طب ماشي انا اتجوز وابو عيالي موجود حي يرزق، ومين اللي هيستحمل ثلاث عيال العمر كله؟ معلش لو اخذه ابوهم حي يرزق يعني، مش هستحمل كلمه على عيالي في يوم من الايام برضو. حاجه ثالثه ان انا مثلا يقولوا لي انت طب ما تشتغلي اي حاجه تانية، الكلام سهل، بس ايه اللي يربطني مثلا في شغلانه حكوميه اقعد فيها 6 ولا 8 ساعات متواصلين لو عيل من عيالي حصل له حاجه عشان اجري عليه اشوف فيه ايه؟ مش هيتخصم مني اليوم كامل من الشغل لو شغل حكومي او كلام من ده. لكن انا شغلي دلوقتي شغل معتمد، شغل خاص، انا خاصه لو حصل حاجه لا قدر الله انا ممكن الغي حصه من الكورسات بتاعتي واعوضها لها في يوم تاني، فبتبقى اللي هو وقتي في ايدي، عملي في ايدي، اللي هو انا قادره احدده ازاي وقادره امشيه ازاي وقادره اوفق بين اولادي وبين بيتي وما بين شغلي، فظبط اموري وظبط حياتي والحمد لله يعني ماشي. والله الحمد لله. بصي هو انا ما اعرفش هي ماشيه ازاي، بس ربنا مشيها، ربنا ميسرها الحمد لله يا رب. هي سد نفسها يعني، اللي هو يمكن العائق الوحيد في حياتي ان العربيه بتعطل كتير، فواخده واخده جزء كبير من حياتنا اكتر ما بتدينا شويه، ويمكن دي هي الحاجه اللي بعاني منها لحد الان. فالله المستعان يا رب، بس يعني ربنا كريم، ما اعرفش هي ماشيه ازاي ومش بحسب لها، عشان فعلا ربنا هو اللي ممشيها، ربنا هو اللي مدبرها يعني من عنده. وكمان لما بتقف شغلانه من عندي من حيث مثلا الكورسات وقفت، ما ينفعش اقعد، ما ينفعش اقعد احط ايدي على خدي ولا هو استنى اقول مثلا اعمل ايه كلام من ده. ممكن اطلع مشوار خاص لو هجازف بيه، ممكن اعطل تعطل بيا، بس انا مضطر ان انا اطلع عشان انا محتاجه ان انا اجيب مصدر رزق حاجه زي كده، فبطلعها وبقول يا رب وربنا يسترها معايا في الطريق الحمد لله يعني، وبتعدي على خير. بالنسبة لتنظيم وقت ما بين تنظيم الحفلات وما بين توفيقي للعربية، زي ما قلت لحضرتك قبل كده الشغل مش دايم يعني، اللي هو فكرة ان انا انظم الحفلة او اليوم اللي عندي فيه حفلة بأجل مثلا الكورس بتاعه ليوم تاني، اللي هو لو عندي كورسات او لو عندي ازمة في التوقيت عندي بقى تاني يوم باخد الكورس ده او باجله لليوم اللي بعده لحد ما الحفله بتاعتي بتنتهي. بعد كده ببدا ان انا اجي ابدا يومي في تنظيم الحفله بتاعتي، في تنظيم المؤتمر او اي حاجه زي كده. لو حاجه كبيره تستدعي ان انا مثلا اكون في المكان قبلها بيوم، طبعا بعد الكورسات بتاعتي ما بتنتهي باجي بنجهز المكان قبلها بيوم بالليل، عشان بحيث ان انا اجي الاقي هيكله تاني يوم في بيبقوا مستعدين للحاجه اللي انا مثلا كنت مرتبه لها، بنرتبها بالورقه والقلم، بنبدا ننظم انا محتاجه 1 2 3، ببدا اجزأ لهم الحاجات اللي انا محتاجاها في المكان، باجي تاني يوم ااكد عليهم الحاجه موجوده مش موجوده، نبدا ننظمها مع بعض، نساعد بعض فيها، نبدا ننظمها. وتيجي بقى
في وقت الحفله الحمد لله بتبقى كل حاجه متنظمه تمام، يوم بيعدي. لا خالص، لان انا الى حد ما باخد الامور كلها ببساطه، ما بكلكعش على نفسي الحياه، او ما بكلكعش على نفسي التوقيت، او لازم اضغط على نفسي كل حاجه في وقت واحد، او اكبس على نفسي الامور. بعرف ارتبهم بيننا وبين بعض، وطالما كل حاجه فيها نظام قبلها وفيها اتفاق بيني وبين الاشخاص مثلا اللي هم بتبقى كورسات او حاجه بيني وبينهم قبل كده، اللي هو بينا ميعاد انا ممكن اجله مثلا لبكره، طالما احنا متفقين على كده خلاص الامر بيمشي بسلام، يعني مفيش اي مشكله. والله انا لو هوجه رساله لاي واحده ست، انا قابلت صعوبات كتيره جدا في حياتي ومرت عليا وصلتني لمرحلة اليأس والاحباط، بس أنا ما استسلمتش لحاجة زي كده، اللي هو أنا لو هسمع لكل واحد يبقى هقعد أحط يدي على خدي، هعتمد مثلا على ده وهعتمد على ده، ما فيش حد بينفع حد. اتضح لي بعد كده بعد ما بقيت أتجاهل السلبيات للناس وديهم ظهري إن هو ده الصح. فطبعا رسالتي ليها إن أنت ما تبصيش لأي حاجة ممكن تحبطك أو تحطم من طموحك، أو تحطم من حاجة أنت بتفكري فيها وعايزة تنجحي فيها. ابدأي وما تتردديش، وما تقعديش تاخدي في رأي ده ورأي ده ورأي ده، طالما أنت شايفة أنها حاجة صح وحاجة هتدخلك خطوة قدام، ابدأي فيها وكملي، لأن ربنا هو الدافع عليكي، مش أي بني آدم. أنا محمد العجراسي من ديار، صاحب قاعة رويال وكافيه، بننظم حفلات في المكان عندنا. أستاذة نسمة بتشارك معانا في الحفلات في التنظيم وفي الدعاية والتسويق ديها. إحنا نعرف بعض، إحنا من بلد واحدة أولاً، ونعرف بعض، اتعرفنا على بعض في الأول في حفلة رأس السنة الأولانية، عملنا حفلة محترمة ونظمناها بشكل كويس. هي بتتعب في شغلها بصراحة، وكان الديار كلها مشاركة معنا في الحفلة كمحلات تجارية وشركات موجودة، سواء الشركة اللي هي كانت بتدعمها في الفترة دي اللي هي شركة فالكون، وعملنا حفلة محترمة لقيت إعجاب الناس كلها الحمد لله اللي حضروا الحفلة. أنا قلت لحضرتك هي من الناس الناجحة والشاطرة والمحبوبة على المستوى الشخصي وعلى المستوى العملي معانا، فهي شخصيتها بتفرض على الناس اللي هي بتتكلم معاها ان هم دي عندهم مصداقيه معاها. فهي لما اتكلمت في حفله راس السنه كانت بتتكلم علشان تدعم الناس دي في الحفله، وعلشان تدعمنا احنا كرويال في الموضوع. فالناس كلها ليها مصداقيه عندهم، اختي الكبيره مش هقول الصغيره. وانا من الناس اللي بحترمها وبعزها جدا، سواء شخصيا او ان احنا اشتغلنا مع بعض على المستوى العملي. ربنا يوفقها، هي مجتهدة وبتشتغل أكتر من حاجة وناجحة فيهم كلهم الحمد لله. ربنا يوفقها وينجحها في أي حاجة هي بتفكر فيها.